السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي عزيزي صديقي، لا تصاب بخيمة أمل إذا رفض الناس مساعدتك، لأنك ستحقق النجاح دون امتنان وستزداد ثقتك بنفسك. إنسان نرس يرضم إتمي رد درس هيل قطلغنا ورغم أين أرخداشتا ورغم أين با çünkü minnet duymadan başarıya ulaşırsınız ve kendinize güveniniz artar. Vesselamu aleyküm.